Hakim, représentant le Cheikh Amir Kabbalah, président du Conseil supérieur chaïd au Liban. أصحاب السيادة والسعادة والسماحة الإخوة والأخوات. في البداية أشكر التنسيقية الفرنسية لمسيحية المشرق على مبادرتها هذه وعلى إتاحة هذه الفرصة لي ناقلا لكم تحيات سماحة الإمام الشيخ قبلان وتمنياته لهذا المؤتمر بالنجاح. فأهداف هذا المؤتمر تعكس تطلعات المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى منذ تأسيسه، تطلعاته إلى تعايش سلمي بين الأديان على أساس من العدالة والاحترام المتبادل. والمد التكفيري الذي شهدنا والفضائع التي ارتكبت شكلت صدمة وتهديدا لكل متدين واعي ولكل حر الضمير. وقد انحسرت الموجة دون أن تنتهي ودون أن تنتهي نتائجها. فإن مثل هذا المؤتمر ضروري لتشخيص الداء من أجل وصف الدواء. اسمحوا لي donc je vais être un peu et je vais sonder dans les profondeurs. ولا بد هنا من كلام دقيق صريح، فالمواربة والكلام الغامض لن يكونا كافيين لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. العنف إمكانية نفسية موجودة في كل إنسان، هو ظاهرة تزيد مع فساد القانون أو غيابه وتدهور القيم وتنازع المصالح وقوة الأنانية. ومن المفترض أن يؤدي الإيمان الصحيح إلى لجم هذا العنف، لأن الإيمان بإله واحد للجميع مهيمن وقادر وملهم للقيم الأخلاقية وضامن لها كفيل بأن يمنع العنف المجاني وينمي الشعور بالمسؤولية والاهتمام بمحاسبة الذات قبل محاسبة الآخرين. كما أن الوعي الروحي بضرورة إتاحة الفرصة لكل إنسان ليصل إلى الحقيقة ولكي يبحث ويفكر ويجرب، هذا الوعي يمنع من الاعتداء على الأرواح ومن القتل العبثي. غير أن غياب الوعي الديني يؤدي إلى تحول الدين إلى طوائف وإلى أن تسود الغرائز الأنانية، حيث يكسل الفرد في أداء الواجبات التي يفرضها عليه دينه أو مذهبه ولا يستسهل إلا كراهية الآخر. وحيث يقسو كل فرد على الجماعات الدينية الأخرى فيعمم عليها سلبيات بعض أفرادها، بينما يعمم على مجتمعه الإيجابيات لا السلبيات. هذه ظواهر موجودة تشكل أرضية لما شهدناه، ولكنها لا تكفي لتفسير كل الوحشية وكل الفظاعة التي حصلت وتحصل. هنا لا بد من ملاحظة خصوصيات في مجتمعات الشرق. فالحكم الاستبدادي الطويل أدى إلى انتشار هذا الاستبداد في الهرم الاجتماعي وإلى تعشيشه في الأسرة بفعل تقليد الناس لحكامهم المستبدين وتوجيه نقمتهم على رؤسائهم إلى من هو أضعف منهم. والأب المستبد يسبب تنافر الأولاد فيما بينهم، فكيف يكون الأمر مع الآخرين؟ كما أن البداوة تميل إلى قصر تطبيق القيم الأخلاقية على القبيلة وتجعل من غيرها أعداء. ولم تستطع نظرة الإسلام العالمية أن تقتلع الغرائز القبلية من الكثير من المسلمين. بهذا نفهم انبثاق حركة الخوارج ثم الحركة الوهابية من قبيلة تميم، ونفهم علة نزعة تكفير الآخر مطلقا بعد إلباسها لبوسا دينيا والتماس النصوص الدينية الإسلامية لتأييدها مع إهمال النصوص الكثيرة والبراهين التي تدحضها. كما أن ولا ننسى أيضا المرجعية السيئة، فالتقديس الذي أعطي لبعض الملوك جعل منهم قدوة للجماهير قليلة المعرفة حتى في جرائمهم. كما أن اللاعقلانية في الاتجاهات السلفية المتطرفة أدت إلى استخدام العنف اللفظي من سباب وشتائم في التعامل مع المخالف، وهذه العدوانية أساس لكل عنف أكبر. وما كان للتكفير أن ينتشر وأن يوجد دولة لولا الدعم الخارجي، وخاصة البريطاني ثم الأمريكي، حيث دعموا الحركة الوهابية في انطلاقتها لفضل العثمانيين
من الجزيرة ثم دعوها لطرد الشريف حسين من مكة والتخلص من وعدهم له ثم عسكروها لمحاربة السوفييت في أفغانستان ثم دعموها أخيرا لضرب الدولة السورية وأدى تراجع الأزهر عن استقبال الطلاب بعد كامب ديفيد إلى التماس البديل في مكة. طبعا لا هنا نضيف الإعلام وتأثيره حيث وصف هذه الحركات بالمجاهدين ورافق ذلك شراء المقاتلين بالمال ودعم بالسلاح الأكثر فتكا. هنا أصل إلى النتيجة إن الإصلاح السياسي ضروري لتخفيف النقمة التي استغلها التكفيريون وإصلاح مناهج التعليم ضروري لتغيير الأفكار كما أن توعية الأسر على ضرورة الاحترام المتبادل والشورى ضروري لنشأة شورى على مستوى الدولة واحترام متبادل بين المواطنين ولا بد من نقد الاتجاهات التكفيرية باستمرار بالحجة لا بالعنف وبالدليل لا بالهياج العاطفي وبيان تناقض عنفها مع النصوص الإسلامية الصريحة الإنسان عدو ما جهل وعدو من جهل لذلك فاللقاء والحوار صمام أمان في وجه التطرف أساس الدين المسؤولية ومن نظر في عيب نفسه انشغل عن عيب غيره في الحديث النبوي ليس من الظلم أن يحب الرجل قومه ولكن الظلم أن يجد شرار قومه خيرا من خيار غيرهم ومن عهد الإمام علي الأشهر عندما ولاه مصر وأشعل قلبك الرحمة للرعية إلى أن يقول فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق ومن وصيته الأخيرة قبل وفاته لولديه كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا التكفير وفضائعه ظلم كبير يجب على كل مؤمن أن وعلى كل حر الضمير أن يدفع وأن يعمل على استئصاله علينا أن نسعى وبالله التوفيق والسلام.